وأنا أسلم عليكم وأحييكم، أشعر بالإطمئنان الكامل على القدس، لأن هذه الوجوه النضرة المناضلة هي التي تحمي القدس الآن، وهي التي تدافع عن القدس. ولذلك نحن مطمئنون تماما على أن القدس ستكون بخير، رغم أن الإسرائيليين يشنون علينا حربا ضروسا شرسة لا هوادة لها، لا هوادة بها، ولكن يجب أن نقول جميعا نحن لها، نحن في القدس وسنبقى في القدس وسنحمي القدس وسنحمي مقدساتنا المسيحية والإسلامية، ولن نغادر بلدنا، لن نغادر بلدنا، سنبقى متمسكين بكل ذرة تراب في هذا البلد. فعلا أنا اليوم مطمئن أن أمرا لن يحصل، أمرا سيئا لن يحصل للقدس، وإنما نحن سنستمر في الدفاع عنها. نحن في كل الظروف نتحدث مع الجميع ونتكلم مع الجميع، والكل يسأل ماذا نعمل، ونحن لن نترك بابا إلا ونطرقه من أجل أن نرفع صوت القدس عاليا إلى الأمام إن شاء الله. نحييكم، نحيي المرابطات والمرابطين، نحيي كل ذرة دم أريقت في سبيل القدس، فهي دماء نظيفة، دماء نقية، دماء في سبيل الله إن شاء الله، وكل شهيد سيكون في الجنة، وكل جريح سيكتب له الله الثواب. وأن الأعزاء نحن هنا كلنا من أجل القدس، وأقول لكم بصراحة دولة فلسطينية بدون القدس لن تقوم. يجب أن تقوم الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس الشريف، بعاصمتها القدس الشرقية، بعاصمتها القدس التي احتلت عام 67. كل إجراءاتهم لن نسمح بها، هذه التقسيمات، هذا الأقصى لنا والقيامة لنا، كلها لنا، لا يحق لهم أن يدنسوها بأقدامهم القذرة، فلن نسمح لهم، وسنعمل كل ما نستطيع من أجل حماية القدس، والله يوفقكم إن شاء الله.